صباح الخير. إن شاء الله النهاردة هشرح لكم طريقة كشف قوة الأنتي فايروس اللي أنت بتطبقها على الجهاز بتاعك، سواء كان نورتون أو كازمر أو أفيرا أو نود أو أباست أو إي في جي على حسب ما أنت بتطبق. هخليك النهاردة تكشف قوة الأنتي فايروس بتاعك كشف الفيروسات. طريقة سهلة جدا وبسيطة، هو عبارة عن كود أو شفرة بتستخدمه على الجهاز بتاعك في برنامج النوت باد. تمام، ومجرد ان انت بتحط الشفره دي على الجهاز، المفروض ان الانتي فايروس بتاعك بيتم كشف او بتكشفه على طول، وبيقوم بمسح الفيروس دوت. ده الكود اهو قدامكم زي ما انتم شايفين. تمام، بتاخد الكود كوبي وبتحطه بيست، بتحطه بيست في النوت باد. تمام، وبعد كده تيجي على فايل وتعمل سيف اس، تختار الديسك توب، تعمل هنا اول فايلز وتسميه EICAR. تمام، .com يعني. وبعد كده بتقول له اوكي او سيف. بمجرد ان انا ادوس سيف هنا نزل لي فايل اهو. تمام، بص الفايل اتحذف على طول زي ما خدت بالك. يعني النورتون عندي قوي جدا، فاحنا طبعا كلنا عارفين برنامج النورتون. النورتون ما سابلوش فرصة ان هو يتحط على الجهاز او ان هو يتم الضغط عليه حتى بالماوس. هعمل الطريقة تانية معاكي. أنا معاكم، أنا حطيت بيست الكود في النوت باد، وهاجي هنا فايل وأعمل سيف أس. تمام، على الديسكتوب، وأختار من هنا أول فايلز، وهخلي اسمه EICAR.com. تمام، وبعد كده هدوس على كلمة سيف. الفايل نزل أهو تحت. تمام، أهو اتحذف على طول، ومجرد إن أنا قربت منه بالماوس ده يعتبر فايروس. طيب نتأكد إن هو اتمسح بنفسنا، هفتح برنامج النورتون عندي. تمام، وهدخل على ادفانسد، بعد كده هفتح كارنتاين اللي هي المكان اللي بيحط فيه الفيروسات اللي هو مسكها. تمام، وهختار من هنا فول هيستوري اهو زي ما انتم شايفين. اي اي سي ار ده اتعمل له بلوك اتقفل. تمام، لان طبعا الريسك بتاعه هاي، يعني الخطر بتاعه عالي على الجهاز، هو قفله او مسحه تماما بمجرد ان انا عملت سيف على الديسكتوب. طبعا انت جرب الطريقه دي على الجهاز بتاعك، ولو الانتي فايروس بتاعك ما نجحش في ان هو يمسكها، طبعا ما تفكرش ان انت تفضل تستخدمه، يعني غيره بقى في ساعتها، ما تسيبوش موجود على الجهاز بتاعك. تمام، عايز بس اقول حاجه مهمه، ان الفيروس يا جماعه اللي احنا بنعمله ده مش فيروس بيضر الجهاز في حاجه، ده مجرد تيست يعني تيست لبرامج الانتي فايروس فقط، لكن مش هيضر الجهاز بتاعك في حاجه لو الانتي فايروس ما مسكوش. تمام، يا رب تكون الطريقة مفيدة وعجبتكم، واستنوا فيديوهات تانية كتير. مع السلامة.